السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جايلكم فيديو جديد النهاردة، هنعمل وصفة جميلة جدا للشعر الهايش بقى البايظ اللي عايز يبقى قوي شوية، عايزين نقويه. طبعا احنا عارفين الصيف ومشاكله والحر والرطوبة، شعر البنات الكيرلي بيبقى هايش اكتر في الصيف، ما بينامش. عايزين وصفات كتير ان احنا نهديه، فاحنا دورنا على وصفة حلوة جدا جدا، اختراع ان انت تغذي شعرك في الفصل الصيف. بتعمليها مثلا كل اسبوع مرة، يعني في حدود كل اسبوع مرة، فبتديك قوة شوية. وممكن نعملها قبل دخول الصيف، بنهيئ الشعراية لدخول الصيف. في الصيف نفسه بقى نعمل ماسك مثلا منها مرة، ونعمل ماسك زيوت يعني بالتتابع كده، فالشعر بيهدى الهيشان بتاعه شوية، وبالذات لما بنكون المصايف بقى والناس وكده. دي وصفة طبيعية من زمان جدا، جدتي وغيرها يعني ومامتي كانوا متعرفين عليها، اللي هي الحنة. الحنة دي للناس اللي متعرفها، الحنة هي دي حنة بتبقى لونها اخضر كده، هي بتجيبيها من عند العطار، من مكان موثوق منه، ما تكونش مغشوشة. النوع ده حلو. ومعايا هنا المكونات بقى اللي هعجنها بيها. معايا هنا ده كركديه او كركديه زي ما بيقولوا. انا طبعا كنت عاملة كمية، عملتها من بالليل وخمرتها، يعني سبتها تخمر كده، وقلت اعمل معاكم الصبح بقى التكملة يعني. فمعايا اهو، هجيب بقى طبق كده وصفي بقى. احنا مش عايزين غير اللي هو المية بتاعته، صفناه كده اهو. ناخد المية الحمراء بتاعته اهو، ناخد المية بتاعته واحط عليها شوية خل. طبعا الخل ده مفيد جدا للأكسدة. هناخد حوالي معلقة او معلقتين كده اهو، كمية يعني صغيرة. طبعا عارفين ده فروة الراس، جميل جدا، بينظف فروة ومن القشرة من الزيوت، جميل جدا. ممكن احنا واحنا بناخد الشاور بتاعنا نجيب منه معلقة ونضيفها على شوية مية، واخر شطفة كده نشطف بيه شعرنا. حلو جدا 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 لتنظيف الفروة والزيوت اللي في الشعر والقشرة، حلو قوي للقشرة. بس بيعوز ترطيب بعد كده، ان احنا نرطب الشعر كويس. خلاص اهو هجيب بقى المعلقة دي اهو، هبدأ بقى ان انا اخد كده من الحنة واحط. طبعا الحنة دي ولادي بيحبوها للايدين وللشعر ولكل حاجة، فبنعملها بتبسط البنات قوي، واللي بيحب ريحة الحنة كمان. هضيف عليها مكون بردك محدش حطه قبل كده. عارفة لو انتي مثلا، بس انا مش عاوزة اعمله علشان في الصيف طبعا الريحة بتتحفز شوية، هقولك على خطوتين ان انتي تعمليهم. هاتي بصلاية بشريها وخدي المية بتاعتها واعجني بها الحنة مع فص ثوم كده، وقومي عصراهم كده وحطاهم، ده هيفيد الشعر وهيتقله جدا جدا. عشان الريحة بقى، هو مفروض المعلومات دي كلها كل واحدة تبقى في فيديو لوحدها، بس انا بحبكم وهقولكم على المعلومات دي. فعايزين نطلع الريحة بقى من الشعر، يعني احنا حطينا بصل وثوم واحنا عارفين ان الريحة بتاعتهم بتبقى نفاذة قوي. فهنعمل ايه؟ هنجيب معلقتين قهوة ونحطهم على الشامبو مع شوية مية، نبدأ نغسل بيهم شعرنا. القهوة بتشيل اي ريحة من الشعر، الشعر مكمكم بقى الصيف وكمكمته وكده، القهوة بتشيل اي ريحة في الشعر. فمعلقتين القهوة مع الشامبو وشوية مية
هيطلعوا لك اي ريحه، ودي هتفيدك جدا. ميه البصل والثوم مع الحنه، بس انا هعملها من غيرهم المره دي، اكتفيت بالخل وبالكركديه. المكون اللي انا بقول لكم عليه بقى اهو معايا اللون بتاع الطعام، اه لون احمر، لون جل غذائي معتمد امن يعني. وطبعا دهنا مش شرط، بس عشان هو موجود عندي فانا حبيت ان انا استغله اهو. كفايه كده، هبدا بقى اهو، شفتوا لون احمر جميل جدا. منك الاطفال مثلا لو شعرهم اشقر شويه هيبان اكتر من اللي شعره اسود. شايفين اللون اتغير ازاي؟ اهو شايفين اللون اتغير. عايزه بس احط كده على ايديا. طبعا احنا لما نعملها قبلها بيوم وعندها في فرن البوتاجاز وسبتها، شفتوا اللون بتاعها برضك يعني عتق كده، يعني هي كانت نفس اللون ده. انا خدت كده سنه كده صغنطوطه، هبدا بقى تخلطي كويس قوي قوي، بس عشان ما كانش عندي القدره ان انا اصور بالليل وانا بعملها، انا عملتها بصراحه كان قرب الفجر وعاوزه انام، فما كنتش قادره ان انا اصور، فقلت لا هعمل جزء معاكم علشان اعرفكم برضو التكات بتاعتها وهضيفها عليها، مفيش مشاكل خالص اهو. تعملي برضو الكمية دي حسب الرغبة وحسب انت عندك استعمالك ايه، هتعملي البنات قد ايه مثلا، الشعر كثافته قد ايه، فانت بتعملي الكمية اللي انت عايزاها. انا عاملة كمية محترمة يعني عشان اعمل لهم، ولو فاض هحط لهم على ايديهم كمان. طبعا خلاص الدروس هتبدأ بقى والمدارس. والله بصراحة انا الحمل تعبني، فعشان كده مخليني قاعدة ما مليش نفس اعمل حاجة، وتعب تعب ورا بعضه، فما كنتش بقدر اعمل لهم حاجات كتير. فبرضك القعدة الدكتور قايل لي ان انا اقعد في البيت من غير حركة كتير، يعني ما اعملش مجهود قوي، فبيخليكي ان انت عاوزة تعملي اي حاجة. فزعلانة عليهم ان انا مش عارفة اقوم واتحرك وكده، بعمل الاكل بالعافيه وببقى تعبانه جدا، فقلت اما اعمل لهم حاجه قبل الدروس كده تبسطهم اهي. خلطتها كلها ما شاء الله كميه حلوه، عايزه اوريكم بس كده يعني هي يا دوبك، شوفوا مسافتها عملت لون ايه، مش عارفه هي باينه في الكاميرا ولا لا، بس هي اغمق من في الكاميرا، فهي كده بدات تعمل مفعول. انتوا عارفين ان الحنه مش صبغه يعني ما بتسبغش على طول، لازم تاخد وقتها، فهي لما عملت ده كده ولونت على طول مسافه ما انا حطيت، فيبقى كده هي نوعها حلو. ادي الخلطه بتاعتي النهارده، هعمل معاكم خلطات كتير وصفات كتير، انتظروني في خلطة جديدة ووصفة جديدة، ودعوا لي كده يا ربنا يقومني بالسلامة ان شاء الله عشان ارجع لكم بقوة على القناة، لاني اهملت القناة جدا جدا، وربنا ييسر لي الحال. ولايك حلو وكومنت جميل كده منكم، مع الف سلامة، في رعاية الله.